ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة؟ أكثركم مثلا يصلون صلاة جماعة، وصلاة الجماعة مستحبة، المأموم هنا شنو اللي عليه يؤديه وشنو اللي عليه ما يؤديه بحيث يتحمل الإمام؟ لا يتحمل من أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، لا يتحمل الإمام إلا القراءة. تعلمون أنه الصلاة بها أفعال وبها أقوال، تكبيرة الإحرام، الركوع، ذكر الركوع، السجود، ذكر السجود، التشهد، التسليم، التسبيح، هذه كلها المأموم يأتي بها، كل هذه المأموم يأتي بها. ركوع ما يتحمل عنه، سجود يتحمل عنه الإمام ما يتحمل، المأموم هو يركع ويسجد، ذكر الركوع، ذكر السجود، تشهد، تسليم يتحمل عنه ما يتحمل عنه. إذن في كل أفعال الصلاة وأقوال الصلاة الإمام لا يتحمل شيء عن المأموم، هو المأموم يأتي بها بأجزاء الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين. نعم، القراءة الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، المأموم كل أفعال الصلاة والأقوال يأتي بها إلا القراءة، القراءة الإمام يتحمل على تفصيل. طبعا إذا كانت الصلاة، بالنسبة للقراءة، إذا كانت الصلاة إخفاتية مثل صلاة الظهر والعصر، الأحوط لزوما، الأحوط لزوما أنه المأموم ما يقرأ في الركعتين الأولى، يعني ما يقرأ الحمد أو ما يقرأ السورة، صلاة الظهر وصلاة العصر كذلك، ما يقرأ الحمد ما يقرأ السورة، الأحوط لزوما أنه ما يقرأ. الأفضل أن يشتغل بالذكر صلاة الظهر، إذا يصلي جماعة بمن يشتغل؟ يشتغل بالذكر، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، والصلاة على محمد وآل محمد أيضا كذلك، هذه بمن؟ هاي بالصلاة الإخفاتية. أدنى بالصلاة اللي هي جهرية، صلاة المغرب، صلاة العشاء والصبح، اللي تكون بها القراءة جهرية، إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام ولو همهمة، المأموم مثلا قاعد يصلي بالصف الثاني بس يسمع صوت الإمام بالقراءة ولو همهمة، في هذه الحالة الأحوط، عفوا، أنه عليه أنه يترك القراءة، عليه ترك القراءة، ما طول يسمع صوت الإمام بالقراءة ولو همهمة وجب عليه أنه يترك القراءة. أما إذا في القراءة الجهرية المأموم ما يسمع صوت الإمام، صلي بالصفوف الأخيرة وما يسمع صوت الإمام، حتى همهمة ما يسمع، هو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء ترك، يريد يقرأ يريد يترك، أيهما أفضل؟ يقول القراءة أفضل، إنه الأفضل يقرأ.